نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كريم، أسرع كريم للتفتيح، تفتيح بشرة الوجه والجسم وكل المناطق الحساسة. هذا الكريم يعتمد على العرق السوس. استخدمي عرق السوس سواء كان عندك أعواد أو على شكل بودرة، لأن العرق السوس معروف بفوائده للبشرة، له فوائد كثيرة ورائعة، وسبق وعملت لكنا كريم العرق السوس للنمش والكلف، لأنه يجدد خلايا البشرة، يعمل على تعويض الخلايا التالفة بسرعة بسبب الأحماض الموجودة فيه، والتي تساعد على أن تبقي البشرة نضرة بيضاء شابة بسبب قدرته على التخلص من الجلد الميت، كما له قدرة مذهلة على إزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية من البشرة، وكذلك يعمل على تفتيح لون البشرة من أول استعمال وتبييضها، لاحتوائه على مواد مقشرة للبشرة ومجددة للخلايا. كما أن العرق السوس في هذه الوصفة يعالج البثور والحبوب الدهنية أو أي التهابات أخرى كالإكزيما، وسبق وعملت لكم في القناة وصفة بالعرق السوس للإكزيما، والحمد لله كانت ناجحة، وذلك لاحتوائه على عناصر مضادة للالتهابات. كريم اليوم يحتوي على، بالنسبة لمن ترغب في استخدام هذا الكريم لكامل الجسم، تستخدم علبة جليسوليد أو جليسرين، تستخدم علبة متوسطة الحجم، وتستخدم 4 ملاعق من منقوع العرق السوس، 4 ملاعق طعام في علبة كاملة. أنا راح أعطيكم فقط الوصفة بملعقة صغيرة، وانت اذا كنت حابة تستخدمي الكريم هذا لكامل الجسم، قلت يصلح للرقبة، لكامل الجسم، المناطق الحساسة، للركب، للأكواع، هذا الكريم لكامل الجسم. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من العرق السوس بودرة، او حتى اذا كان اعواد خذي عود واحد فقط مثل هذا، اغليه، يغلى في 2 ملاعق طعام من الماء، وبعدها يصفى، نصفي العرق السوس. نأخذ، قلت ملعقة، أنا رايحة أخذ ملعقة فقط، وأنت إذا كنت حابة تأخذي علبة كاملة، خذي 4 ملاعق طعام من سائل العرق السوس. أنا أخذ ملعقة واحدة فقط وأشرح الوصفة فقط، وبعدها نقوم بمزج الكريم. يمزج الكريم حتى نتحصل على خلطة شبه سائلة بهذا الشكل. نتحصل على كريم شبه سائل بهذا الشكل. قومي بتوزيع هذا الكريم على كافة الجسم وكل المناطق، بشرة الوجه التي تودين تفتيحها في الليل قبل النوم مدة دقيقة واحدة فقط. دلكي بشرتك لمدة دقيقة واحدة فقط في الليل قبل النوم، قومي وفي الصباح قومي بإزالته بغسل بشرتك بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسام. تستخدم هذه الوصفة يوميا للحصول على نتائج سريعة من أول استعمال، ستلاحظون الفرق. هذه الوصفة صالحة لجميع الأعمار ولجميع أنواع البشرة، تصلح حتى للبنات الصغار لتفتيح البشرة من عمر 5 سنوات فما فوق، وكذلك تصلح حتى للرجال لتفتيح البشرة. هذا الكريم يحفظ في الثلاجة حتى نفاذ الكمية.
بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.